مرحبا شباب، اليوم كان عندنا سكودا فابيا موديل 2011-2012، مفتاح مفقود. قمنا بعمل المفتاح الخاص بالسويتش، وقمنا بعمل الترانسبوندر الخاصة بالعدادات الخاصة بنظام الامبولايزر. الجهاز المستخدم جهاز الـ FDI 2015، النسخة الأخيرة، آخر نسخة من إصدار جهاز الـ FDI. انتظرونا شباب في حلقة جديدة على قناتنا أوتوسكان لشرح مفصل لبرمجة نظام العدادات وبرمجة نظام الإيموبولايزر وعمل المفتاح وعمل التشيب الخاصة بالسويتش وعمليات الخراطة الخاصة بالسويتش وكيفية عمل الخراطة وكيفية نحت المفتاح من خلال الأدوات الخاصة بعملية النحت الخاصة بالسويتش. كل ما يتعلق بمجموعة الفاج، مجموعة فلوكس أوجن جروب اللي هي فلوكس أوجن وسيات وسكودا وأودي، مجموعة سيارات الفاج. انتظرونا يا شباب في حلقة جديدة على قناتنا أوتوسكان، وتنسوش تعملوا إعجاب للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، ودعمكم لنا للاستمرار بنشر المزيد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.